عامر رئيس نادي سموحه. باشمهندس ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ يا كابتن اسلام؟ الحمد لله يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ عمر. كله الحمد تمام. لله. اولا النهارده لك النهارده يعني هزيمه من الزمالك، ولكن انا شايف حضرتك يعني انا متابع حضرتك دايما على الفيسبوك بتكتب ان عندك مشاكل كثيره مع الحكام، اخرهم المباراه، مش هتكلم على مباراه الزمالك تحديدا، ولكن كمان المباراه اللي قبل دي مع وادي دجله. يمكن كان هناك، انا برضو مش خبير، ولكن من وجهة نظري ان انا لعيب وشفت، يعني من وجهة نظري ان كان برضو في ضربة جزاء لسموحة 100% لم تحتسب في هذه المباراة. باشمهندس فرج، لا مش ضربة جزاء بس، والكرة اللي ماسكها اللاعب اللي حطها تحت باطه دي اللي حضنها وقعد بيها في الارض، الكرة دي هاند بول. الكرة دي اتشاطت راحت جاية لواحد مهاجم حاططها جول. جابها جول مظبوط. يعني بعد اذن، ومش دي بس، واقول لك المقاولين العرب الكره اللي طلعت، يعني قصص طويله يعني. ايوه قصص طويله. يعني النهارده طبعا الحكم للاسف بنالتي دي مش بنالتي. هو بعد ما اوباما راح له وقال له دي بنالتي، الراجل راح جاري. حضرتك كنت في الملعب صح يا باشمهندس؟ لا ما كنتش في الملعب، انا في الملعب عشان انا متوقع ان في فيلم هيحصل. يعني عشان حضرتك تكون في الصوره، يعني مش اول مره. يعني نهائي الكاس برضو مع الزمالك سنه 2014 و2018 حاجات زي كده. النهارده الماتش البنالتي شكله غريب جدا. جري عليه اوباما، راح الراجل جاري وقايل بنالتي، كوره ما لمسوش خالص نهائيا. وبعدين برضه عشان تعرف الراجل ده قد ايه يعني وحش، النهارده طارق حامد وساسي المفروض يتطردوا. ادى كارت اصفر لساسي، ساسي قعد يشتمه. قعد يشتمه واستمر في الشتيمه. يعني واثق، لا يعني حد قال لحضرتك ان هو قاعد يشتمه ولا ايه اللي حصل؟ شايفين قدامنا، شايفين، والناس اللي كانت في الملعب كمان، ما الناس الاداريين اللي عندنا شايفين، ما التلفزيون وهيتكلموا يقول له ايه؟ واحد منفعل وعمال يتنطط قدام الحكم هيقول له ايه؟ يعني مش هيشتمه برضه يعني يا باشمهندس، صعب ان هو يشتمه، اصل هيشتمه بأي لغه؟ خلاص هيحتج عليه بطريقه سافره يعني جامده جدا، اكيد هيديله كارت تاني. طارق حامد بعد ما خد الكارت الاولاني عمل برضه كارت، تعال شوف الكوره اللي توري لك الحكم ده قد ايه وحش. اخر كوره عمرو بركات لو فاول راح تبقى عليه. يعني خدت بالك في اخر دقيقه نص الملعب مش مؤثره. بس الثاني دخل برجله، وحضرتك لعيب وعارف، دخل برجله كلها على وش رجل عمرو بركات راح حاسبها عليه. ايوه النهارده الحكم كان مهزوز بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني بشكل وحش قوي. يلا طب حضرتك كنت كاتب، النهارده الصبح ان من الممكن جدا ان تستعين او يستعين نادي سموحه. لا انا غيرت رايي، اللي يشوف بلوه غيره تون عليه بلوته. يعني حضرتك شفت ان في واحد برتغالي تاني تبقى كارثه. المصريين عملوا معايا، بص يا بيه، انا عارف ان التحكيم هيعمل معايا كده من زمان. ليه يا فندم؟ مش معنى مع سموحه، خسرت من كده، مش هقول بقى في وقتها هقول. ما علينا. وانا عندي فيديوهات عن حاجات صارخه لحاجات ما تحصلش مع، ما حصلتش مع ولا فرقه. اللي انا عايز اقوله ايه؟ المفروض الخطا الحق التحكيمي رايح جاي، مع سموحه رايح بس مفيش جاي. يعني خدت بس رايح على طول. يعني على طول على طول على طول. خدتك الجون اللي جبناه في انبي واتلغى. جون ما جيش جايب جون عادي، جون جون صحيح. اي سبب. يوم الماتش الجيش برضه كارثه حصلت. بينالتي مش بينالتي ده، بس تام علق رجل اللاعب كده باعلى ايده علنا قدام الناس، ما اتحسبتش. ايوه العرب. ايوه يوم المصري الجون الثاني اوف سايد صارخ. طب هعمل ايه انا؟ هعمل ماشي، مش انا احسن، انا مش احسن فريق والفرق الثانيه احسن. لا بس حضرتك عامل فريق كويس بصراحه، وجايب من افضل المدربين. علق فشلي على الحكام كل ده وارد، لكن اللي بقوله حقائق حقائق وقائع حاصله فعلا. يعني انا مش بتبلى. يعني ممكن كانت الحاجات دي تتحسب لنا ويطلع الفرق غلبانه ضعف النتيجه. انت واخد بالك؟ ماشي، لكن الكلام ده حصل في توقيتات معينه وظروف واضحه تماما. فبالتالي احنا مسلمين امرنا لله. طالما عايزين ينزلونا ينزلونا، ما فيش مشكله. احنا نلغي الكوره نلغي الكوره، ما عندناش اي قضيه، ما عندناش اي مشكله. يعني احنا، انا بالنسبه لي او بالنسبه لنادي سموحه، انا ما عندناش اي مشكله. طبعا نادي سموحه من الانديه الكبيره في اسكندريه. الكلام ده وحش في حق الرياضه المصريه، وحش في حق الرياضه المصريه. المخالفات الصارخه الواضحه جدا اللي هي ما يقدرش يختلف عليها اثنين وتستمر بهذا الشكل ليها بقى مدلول. والمهم ان كل مسؤول يتكلم، او كل محلل يطلع في التلفزيون يتكلم، او كل واحد يتكلم يقول لك ايوه
ده في كذا كذا لصالح نادي سموحه، في بينالتي لصالح سموحه. اه بس هي اتحسبت خلاص. نعم؟ هي اتحسبت خلاص. خلاص هتعمل ايه؟ خلاص. الناس تقول لك ايه؟ سموحه اتظلم، طب احنا استفدنا ايه؟ ايه الفايده اللي عادت علينا؟ فخلاص احنا عايزين ننزل درجه ثانيه، هننزل درجه ثانيه. هنريح اعصابنا وهنوفر فلوس، مفيش اي مشكله. احنا مش عايزين نكون موجودين عشان احنا بنتكلم، مع ان احنا بنتكلم باحترام وبادب وما بنغلطش في حد. دايما بقول ان الاخطاء دي غير مقصوده. لكن هي متتاليه، دايما انا ما بشككش في ذمه حد ابدا. انا عمري ما قلت على حد لا قدر الله حاجه وحشه، بالعكس، لكن انا بتكلم عن وقائع بتحصل معانا. الوقائع اللي بتحصل معانا دي بتحرمنا من نقط. وانا عندي كل الوقائع كلها موجوده في فيديوهات واضحه تماما، وعندي كل استوديوهات التحليل قالت ايه، وعندي الناس الفقرات التحكيميه في القنوات قالت ايه. أيوة. وعندي امور كثيره حضرتك واضحه متكرره ومتسلسله. بالتالي خلاص إيه، انا سلمت امري الى الله، وده قضاء وقدر، واللي ربنا رايده احنا هنحترمه بس. تمام. اخيرا يا باشمهندس، الكابتن حسام حسن كان في كلام ان من الممكن ان هو يروح يمسك منتخب السنغال. لا يا بيه، لا، الكلام ده مش وارد. اولا طبعا انا سعيد جدا بوجود الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. نعم. كنت اتمنى ان يكونوا موجودين من 4 سنين. مش معنى كده ان المدربين عندنا وحشين، لا، ما جالناش في نادي اسمه حد وحش ابدا. مظبوط. كلهم ناس محترمين جدا، كلهم هايلين، وكلهم ناس مخلصين، وكلهم اصدقائنا، وكلهم ادوا شغلهم بمنتهى الامانه. مظبوط. بمنتهى الرجوله. مظبوط. كلهم بقوا نجوم التدريب في مصر. وسموحه دايما كان وشه حلو على الناس، لكن الطريقه اللي بيشتغل بيها الكابتن ابراهيم والكابتن حسام، انا كنت اتمنى ان يكونوا موجودين من 4 سنين. لان هم بيلعبوا ولاد صغيرين جدا. برافو. اه بالظبط يا فندم، دايما الحقيقه كان 8 لاعبين النهارده معهوش اوراق. محمود السيد مصاب، حسام حسن طبعا استهتر وخد انذار بعد الماتش ما خلص، رايح يقول للحكم يعني انت ظلمتنا، راح مديله انذار اتوقف. حمص مصاب، اقعد اعدلك. بس 3-4 لعيبه الحقيقه. لا مش 4 مميزين. لا لا، 3-4 لعيبه ناشئين الحقيقه كانوا مميزين جدا النهارده في المباراه. ده عنده اكتر، ده النهارده كان هيلعب لعيب عنده 16 سنه. اه ايوه. لا ده هو الراجل من ساعه ما جه ما بيلعبش الا مع فرق الناشئين. اه وقال دي كنز، واللعيبه عندنا الناشئين ردت فيها الروح. انا بقالي سنين نفسي اللعيبه عندنا الناشئين اللي عندنا يعملوا كده. عندنا مجموعه جامده قوي. طلع ناس كتيرة وعنده ناس كتيرة وبقى عنده لعيبة وما بيغلبش. طب يا باشمهندس فرج، موضوع منتخب السنغال ده ايه؟ ايوه، هو فعلا كلمتني شركة ايطالية. نعم. وقالت لي احنا عايزين كابتن حسام. تواصلنا مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، واحنا عايزين ان هم يروحوا يمرنوا في منتخب السنغال. تمام. قلت له يا عم سيبنا في حالنا. نعم؟ قلت له الناس بضحك يا فندم. مكرمين. وبيأدوا دور جميل جدا في نادي سموحه. واحنا فرحانين بيهم، والاعضاء كلها فرحانه بيهم. والناس مبسوطه من شغلهم، والناس بيشتغلوا بمنتهى الامانه ومنتهى الرجوله، وحاجه جميله يعني. مكملين مع حضرتك في نادي سموحه. طبعا يا بيه، طبعا طبعا، مش عايز الكلام، وليا الشرف والله العظيم. انا بكلم حضرتك بمنتهى الامانه. طبعا طبعا، الرجوله ومنتهى الاخلاص، وناس شغالين جامد جدا جدا جدا. ايوه. يعني اقول لحضرتك ايه؟ لكن قدر الله ما شاء فعل. ما انت شايف. وبعدين انا اللعيبه الاساسيه كلها مصابه. ايوه. محمود عزت اصيب، فلان تاني اصيب، كل الناس اصيبت، حتى الحارس الاحتياطي اصيب معنا. أيوة. حد. ايوه صح. وابو جبل بيلعب وايده برضه مصابه. يعني نتمنى لكم يا رب التوفيق خلال الفتره اللي جايه يا باشمهندس. نصيبنا بقى. نتمنى. انا والله نفسي اكسب عشان خاطر الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، وعشان خاطر اعضاء نادي سموحه، لكن انا سلمت امري الى الله. عملت كل حاجه، لكن انت مش شرط انك تعمل كل حاجه. هقول لك ايه؟ هناك قوه خفيه اقوى مني لا ترغب في وجودنا في الدوري. وعشان كده حضرتك تنازلت. هم يرضوا علينا. ويكتبوا اسمنا حتى لو بالقلم الرصاص، ويخلونا في الدوري. طب مش هتقول لنا مين القوه الخفيه ولا صعب؟ في يوم معين. في توقيت معين. هقول كل حاجه، وهقول اللي قال لي واللي حذرني. يعني في حد قال لك يا باشمهندس فرج؟ ايوه، دي شخصيه كبيره بس مش اتحاد الكوره. ايوه يا بيه. قال لك انتوا مش هتكملوا في الدوري يعني، ولا قال لك ايه؟ انا قلت الكلام ده من بعد كاس العالم. في نادي سموحه مجلس الاداره، انا قلت هذا الكلام. عشان حضرتك تكون في الصورة، انا قلت هذا الكلام. وهو طبعا سمعني، والنهارده كلمني قال لي والنبي ما تقولش ان انا قلت لك. قال لي الله. في بيتي في الشيخ زايد، في بيتي في على جريه،
في الشيخ زايد. طب انا عرفته كده يا مين خباك عشان انا ساكن هناك. لا انا عرفته. لا والله ما عرفته. طيب ماشي. وقال لي ماشي. قال لي بطل تهاجم اتحاد كرة القدم. بطل تهاجم اتحاد الكورة. قال لي عشان انت اللي هتدفع الثمن. طيب انا كده تمام. ده مش مهم. لكن اخيرا انا باشمهندس. اخيرا المهم ان مفيش. بص طالما احنا بنعمل اللي علينا. خدت بالك؟ بنعمل اللي علينا بمنتهى الاخلاص ومنتهى الامانه. ايوه. ملناش طريق واحد الا الطريق الصح. اللي يحصل ده احنا راضيين بحكم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يوفقك يا باشمهندس. بس اخيرا حضرتك تراجعت عن فكره استخدام حكام اجانب خلال الفتره القادمه. انا شفت النهارده الراجل ده. احنا كنا خلاص هنقول للحكام اجانب. انا شفت الراجل ده. يعني قلت بقى اللي يشوف بلوه غيره تقول عليه بلوته. ايوه والله غلط ده كده. يعني حالنا. يعني ده يعني الثانيه اللي ما اتحسبتش كوره واحد مسكها بايده كوره مش عارف ايه. انما دي كوره ملهاش معنى من الاعراب. مضحكه حتى حسبها بعد ما الكوره انتهت. يعني كوره ما فيش واحد في الدنيا يقول ان دي بنالتي. ما الكور برضه اللي ما اتحسبتش علينا كده بس بالشكل الفاضح الصارخ ده. فخلاص بقى. اتمنى لك التوفيق يا باشمهندس. نوفر فلوسنا وخلاص واللي ربنا رايده يكون. انا اشكرك جدا يا باشمهندس المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا اسف جدا يا كابتن سمير، ولكن يعني زي ما حضرتك سمعت كابتن سمير عثمان معانا ولا قفل يا جماعه؟